جدا مشاهدي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. فالصوره اللي امامكم هي لسائقي سياره الاجره من بعد منعهم من طرف رجال الامن من توجه مباشره لمجلس ولايه جهه الدار البيضاء. هناك تواجد امني كبير هنا بشارع محمد السادس، وكذلك هناك استنفار امني كبير هناك امام ولايه جهه الدار البيضاء ستاتس. فهناك العديد من المطالب ديال السائقين المهنيين، احنا غنحاولوا اننا نقربكم مما يقع ومن المطالب ديالهم بالاخص. الاولويه في الطريق عطينا الاولويه، حنايا كسياره الاجره ما عطيناش الاولويه. كانت واحد المنهجيه غادي مزيانه في مثلا في طريق لالا لياقوش، كانوا داروا واحد الممر ديال الخاص بحيث فهناك استنفار امني كبير، وهناك تواجد اكثر ديال سائقي سيارات الاجره. نقربوكم من الصوره، عاد غادي ناخذوا احد السائقين او النقابي اللي غادي يتكلم على هذه الوقفه اللي كانت منظمه، اللي كان واحد الاخبار بان اليوم يكون تجمع ديال جميع السائقين. واحنا دابا واقفين، راه حنا واقفين نفسنا في الطريق، باش راه باقي واحد يدخل. واحنا كاينين مازال السائقين جايين في الطريق. يا هو حافظ جا. حافظ خرج من المطار ديالو، حافظ كاين. اسمح لي. واحد المشكل باقي هو غياب محطات ديال الطاكسي. الناس كيعيبوا عليك وكيقول لكم الفوضى، وانتوا فين ما لقيتوا كتوقفوا. الفوضى ماشي منا حنا، ديما مجلس المدينه هو اللي داير الفوضى. مجلس المدينه النهار الاول قال لك غيديروا باص وهذاك الشيء، مرحبا كما كنقولوا المنافسه الشريفه، ما عندناش مشكل. ملي بدات الاشغال بلايك اللي كاينين حيدوهم، حتى ملي طال لي زوطيل حتى هما حيدوا لهم البلايك. يعني البلايك اللي كانوا عندنا حنا، عندنا دابا شنو كنقولوا بلاكنا فوق ظهرنا، يعني فين ما كان شي 10 الناس 5 الناس 12 واحد كنجتمعوا كنوقفوا حداهم كنهزهم كنجيو، ولاو هذوك الناس هما دايرين قاع على راسهم. المواطن هو اللي ولا داير قاع على راسه. طالبوا بهذ المحطات ولا لا؟ ضروري 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 المحطات، ضروري المحطات. غير حتى في الوقوف كيبغوا نوقفوا شي زبون كنلقاو ممنوع الوقوف والتوقف، كنلقاو مشكل اصطدام مع عناصر الامن. مثلا في لان الطريق كتكون ضيقه دابا من الاشغال ديال الباسوي والترامواي. ماشي منا حنا، من المخطط ديالهم. اييه، اذا واش يمكن في ظل هذيك الطريق المضيقه ان تكون المحطه ديالكم؟ المحطه ديالنا. هما ملي بغاو يفكروا خاصهم يفكروا لنا، حتى حنا ملي فكروا الباسوي فكروا لانه يديروا ليه الطريق ديالو، حتى حنا منافسين ديالو. حيت حنا المحطات ديالنا كاين اتساع، عطا الله حنا كاتبين كروكيات شحال من كروكي دفعنا للعمالات وما كاينش اللي كيستاجب. السلطات كتقول لكم مرحبا من الامن، كيقول لكم مرحبا. دابا حي لاله مريم، حي الفلاح، هذيك الرومبا ديال الحياه اللي تما. ما بقاش طالع فوق الباب ديال البنك. في المحطه حيدوها. دابا البلاكه ملي كيبغوا حيدوها ناقشنا معاهم مرارا وتكرارا ودرنا عده احتجاجات. هما كيفكروا غير هما اش قال لك الحكا شوف شي زنقه، كي غندير حنا زنقه؟ الزنقة واش انا غنمشي ستاسيون باش نطلع لداري؟ انا راه غادي نخدم خاص الشارع باش الناس يشوفوني ويعرفوا شنو هو كاين. شنو المطالب ديالكم الاخرين من غير المحطات اللي كاين اللي كتعانيو منها دابا؟ شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا اخويا في هذا القطاع هذا، لان القطاع تهمش بزاف وما كاينش شي مسؤول اللي كيشوف هذا القطاع. القطاع غير مهيكل، قالوا لنا احنا تحسبونا مع في الكورونا عرفنا راسنا بما قطاع غير مهيكل. اليوم كنشوفوا الغازوال وصل الثمن ديالو 13 درهم، وصل حتى 17 درهم. ولكن ولينا كنشوفوكم ساكتين، ما بقيتوش كتكلموا على المحروقات. صابرين ولا ساكتين؟ صابرين صابرين. شحال كتصبروا ديال الوقت؟ عندكم طول الصبر طول النفس. صابرين تيديروا معنا شي حل، لان احنا هنا التعب ديالنا خارج في 2012، ماشي حتى جات كورونا وحتى جا هذا الوباء وهذا الاسعار غلات داك الشيء. احنا في 2012 خرجنا الدعم ديالنا، فين هو؟ شكون المسؤول عليه؟ الدعم ديالنا الدعم شهري ماشي ديال كل شهر. دابا حنا ولينا كنقول لهم نهار الاول قالوا لنا نعطيكم الدعم، قلنا لهم ما بغيناش دعم، حنا بغينا الدعم اللي كانوا غيعطيونا 2000 درهم عطيو لنا 1000 درهم. صحيح 1000 درهم الشهر شهر دوز ليه نعاونوا بها المازوت. دابا المازوت زايد، الاعانه ما كاينه، هذاك الدعم ما كاينش، يعني الشهر والناس راه مضحيه وصافي مستوره وصافي. هاد الوقفه كانت مقرره انها توجه لولايه مجلس الدار البيضاء. ولايه جهه الدار البيضاء، ولكن المشكل اللي كاين هو الوالي استشر مع الرئيس وقال ليه
وخلي الاخوان يجيو نحل لكم الباب. البالي كاين استنفار امني كبير وسمعت بان الثمن منع ديالكم ولا بقيتوا توجدتونا امور عاديه. غادي البلاصه هذا هو الديبار ديما كنديروا الديبار من هنا ولكن الوالي بحال الديبار فيك غادي متوجه للولايه توجه للولايه. اذا دابا انتم استجبتوا للطلب ديال الوالي. الوالي عيط لنا غادي عنده الرئيس ربشه وعنده دابا غيتحاور معاه كان حل راه غنشوف حالتنا ما كانش الحل راه حنا غادي نعاود نهبطوا حتى لعند. اذا الحل شنو كتنتظروا تما في هذا الحل؟ الحل ديال المهنيين اللي اجتمعنا عليه هاد الاسبوع اللي فات يعني الا ما كانش الحل غيكون اضراب وطني. الا ما كانش الحل يكون اضراب وطني. اضراب وطني حتى واحد ما غيتحرك بحال ديال 2000 وما كتشوفش بان الاضراب الوطني يقدر ما ينجحش؟ لا ينجح ان شاء الله. عرفتي علاش قلت بان ما ينجحش؟ لا غينجح ربما لان دابا كنتكلموا راه عكس السنوات السابقه. قبل راه ما كان لا تراموي ما كان لا باصواي ربما الباصواي والتراموي ولا كينافسوكم كذلك. غنهزو لهم الكريم ديالهم نحطهم لهم ونصدو ما بقيناش خدامين حنا اصلا الا كنا غنضرورين غنبقاو نضرو ولينا تبع وليداتنا ما بقاليش نوفروا لهم هذاك الشيء. كتضلوا نهار كامل حنا غابرين اصاحبي. تصور من 6 الصباح وانت خارج 12 الليل وتجي ودي 120 درهم واش راه ما كايناش الباصواي والتراموي نفسكم؟ ما انا اشوف انا ما كنلعب الباصواي. لا هو غير سؤال الباصواي والتراموي واش نفسكم؟ والضيق اما خدمته شوف الله يسهل عليك الترامواي بوحدو كاين الناس كاين كليان. لا من ناحيه المدخول من ناحيه المدخول اليومي ديالكم كاين المدخول طاح. المدخول طاح ولكن يعرفوا البنزين الباصواي ما عندنا بحيل عليه. احنا ما عندنا حتى علاقه بالباصواي ما عندنا فيه دخل. كنهضروا على روسنا. انا كندور على روسنا. انا واحد القديم اللي دوات السيد هذا اللي كندور معاه يا خو منصور ما كاينش معطل. انا خلصت بها مخالفه. خلصتي مخالفه وقفتي وقفتي بلاصه ما فيهاش محطه. ايه وخمس مخالفه 150 دابا راه حتى في المدار ديال المرمح الفلاح كيبان الطاكسيات طالعين فوق الطروطوار الفوق طلع الفوضى ما كاينش محطات. قالوا لهم ديروا الفوضى حنا في 2024 وباقي لنا القطاع ما غاديش. الزناقه الساكنه ما غايقبلوكمش. في الزناقه الساكنه ما غايقبلوكمش. الحساسه ما بيننا وبين المواطن من ناحيه سيره الاجر غير في الطريق. ها في الطريق كيشوف تشوفات ناقصه وداك الشيء. فما بالك انك جيت توقف لي قدام الباب ديالو. هاد السياره ديال الطاكسي فين هي؟ السياره ديال الطاكسي شحال هي؟ 5 دراهم 4 دراهم وصلت 13 دراهم شحال من عام باش تزاد؟ ونزيدك واحد الباصواي جا البارح يلاه بدا السيمانه هادي 8 دراهم 8 دراهم والطاكسي ديالو 5 دراهم قالوا 6 دراهم. لا هو راه 6 دراهم 40 مليون الا خديتي لا كارت. لا تشرح للمواطن ما تقولش لي في التلفازه. اييه تقول لي 8 6 دابا هما غادي في التوجه. اسمع هما غادي في واحد التوجه ديال انك خاصك تكون تابونا معاهم تاخذ واحد لاكارت. ديك لاكارت كتركب فيها في التراموي وفي الباصواي كتولي محسوبه لك الرحله ب 6 دراهم. رئيس المدينه ملي كتقول شي تصريح في التلفازه كما كنقول لك انا تصريح كنتحمل مسؤوليتهم. ملي كنقول لك انا تصريح ملي كتقول لهم تذكيره ب 6 دراهم انا ملي غنطلع الباصواي خصني نلقاها ب 6 دراهم. ما تقولش لي حقه 8 دراهم. ما شرحوش هذا كتسمى تلاعب. 108 دراهم ولكن خديت البطاقه كتولي ب 6 دراهم. البطاقه فين هي البطاقه؟ البطاقه على 10 راه غتزاد عليا. راه دابا كل واحد كيفاش كيتفكر على سياره الاجره كنهضروا دابا كنقول لك الموضوع كيدخلك الموضوع بالنسبه لسياره الاجره كنتمناو هذا الوالي الجديد دير معنا شي حل حيت كتبقى غير رحمه الوالدين في الاخر كيكون هذاك السفير قلنا الله يرحم الوالدين داروا واحد القرار هذا السفير الوالي الجديد المهديه كنشوفوا انه زين مدينه الدار البيضاء بالصباغه الموحده وبالرصيف وكانت العشوائيه في غادا الامور كتحسن رئيس غادي في منهج زوين يعني حتى ديك سياره الاجره كما كنقولوا مرآة ديال المدينه يعني خاصو حتى هو يشوف فيها ويعطيها واحد المنهج. اذا اجل بالنسبه للاصيني سي هاد النقاط اللي قعد التامين الاجباري هذا هو من النقاط اللي هو لا هو لي الفلوس اللي كتجمع على المواطنين هاد المهنيين باش من حق يقول لك تسالوا مليون راه غادي نعفيو عليهم يعني هاد الشيء تاهي راه خروقات راه كاين المهني اللي ما عندوش باش يخلص هذا من جهه. وبالنسبه للترام وسميتو باصواي باصواي ترام والباصواي والطوبيس هذا اللي هو ازل النقل الحضاري هذا راه كلهم ديال الدوله راه من العيب ان الثلاثي هذا اللي هو ديال الدوله وكينافس الطاكسيات يعني كاينه واحد المنافسه شرسه. حنا ماشي هذا هو المشكل حتى الطرق يعني حتى الباصواي هذا اللي نورمالمون كانوا قالوا غيخدم بالضو شويه ولا خدام بالمازوط نورمالمون حنا عندنا حق. لا الباصواي راه غير الناس باش يفهموا الباصواي ماشي بالضروره يخدم بالضو. الباصواي طريق خاصه به دابا طريق نورمالمون طريق خاصه به هو غادي بحالو حافله. لا ماشي هو راه حافله ولكن عنده طريق خاصه به ممنوع لك تشاركوا فيها لا سياره لا دراجه ناريه لا شاحنه طريق خاصه به
هذا الشيء باش فقط يقتصد الوقت، اما يخدم بالدوله سميتها دي مشاكل كثيره اخويا، كاين مشاكل كثيره. نتمنوا خير. بالنسبه للمحطات يعني المحطات ديال الطاكسي راه خصهم يكون ضروري المحطات ديال الطاكسيات. نتمنوا خير. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي فكيف سمعتوا المعاناة اللي كيتكلموا عليها السائقين المهنيين بخصوص المحطات اللي أصبحت قليلة في مدينة الدار البيضاء بحكم أن الطرق أصبحت ضيقة من بعد خلق خطوط ديال الترامواي والباصواي، كذلك المنافسة الشرسة اللي أصبحوا كيعانيوا منها السائقين المهنيين من بعد دام الأسطول ديال النقل العمومي في مدينة الدار البيضاء بالترامواي والباصواي. كذلك كيتكلموا على الدعم ديال السائقين المهنيين، كيتكلموا على غلاء ديال المحروقات، كيتكلموا على الضمان الاجتماعي، العديد من النقاط اللي كيتمنوا ان يكون فيها حل. قالوا اذا لقاو حل مع السيد الوالي فالامور تمر مرور الكرام، الى ما كانش حل فربما غادي يكون فوق السكه ديال الترام، الى ما كانش حل فكيهدوا باضراب عام عن العمل. فالى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نوصلوا لنهايه المباشر، تبارك الله عليكم.